عندنا أزمة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش عارف أسكت عليها، وكل يوم هفضل أتكلم عنها. لو طالما في مشاكل، حل، أنا لازم يبقى عندي حل لأزمة التحكيم، لأنه مش بس في أزمة في التحكيم في الدوري المصري، ولكن كمان في التحكيم الإفريقي. كل الناس شافت اللي حصل في مباراة سيمبا، الكرة بتاعت كهربا دي مش ضربة جزاء. أي نفسي حد ما بيشجعش النادي الأهلي يكلمني يقول لي، أو يبعت لي يقول لي الكرة دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ بلاش الأهلاوية، بلاش الأهلاوية، ضربة جزاء واضحة لكهربا أقر بصحتها. على فكرة ما كانت ممكن تتحسب وتضيع، كان ممكن تتحسب وتضيع، وكان في فار، والفار جاب الراجل. أنا الموضوع ده بالنسبة لي غريب جدا، الحالات دي ليس لها تفسير، وإزاي الحكم ما بيحسبهاش؟ محدش عارف الإجابة حتى الآن. ده بالنسبة للتحكيم الأفريقي. وبعدين يجي يقول لك إيه؟ البطولة دي النادي اللي هيكسب هياخد 4 مليون دولار ولا 4 مليون و900 دولار و900 ألف دولار. طيب يا جماعة، نحسن التحكيم في أفريقيا. تيجي على الجانب الآخر النهاردة تبص على التحكيم المصري في الدوري، هتلاقي حالات كتيرة مثيرة للجدل، منها 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة، مباراة زد والمقاولين، 100% فيهم ضربات جزاء صحيحة. ولكن كمان في حالات جدلية. حاولوا تجيبوا لي كابتن ناصر عباس يا شباب، أعرف منه برضو، يمكن تكون ال5 ضربات جزاء صحيحة، معرفش. ولكن أنا بشوف إنه لو ال5 ضربات جزاء صحيحة، من حق الحكم إن هو يحسبها. أيضا بعيدا عن هذه المباراة، المباريات اللي فاتت في الدوري فيها مشاكل تحكيمية واضحة، وبريرا ظهر خلال هذه الفترة في أكتر من حوار تلفزيوني خلال شهر أكتوبر اللي احنا فيه، واتكلم عن هذه الأمور. الظهور مش وحش، لكن المهم نشوف شغل وتطوير. احنا قلنا مليون مرة بندعم وجود خبير أجنبي في رئاسة لجنة الحكام بغض النظر عن اسم هذا الخبير، ولكن يجب ان احنا نشوف شغل على الأرض، نشوف تطوير حقيقي، ارتفاع في مستوى الحكام في إدارة المباريات، مش كلام وخلاص. حتى لو نلاقي نسبة في ما هو الأخطاء لن تنتهي، لكن الأخطاء ممكن تقل. نسبة التطوير حتى لو كانت إدارية، يعني شفنا تصنيف للحكام مثلا، أهلا وسهلا، ولكن كمان محتاجين نشوف تطور في المستوى الفني للحكام. مش عاوزين كل هذه الأخطاء في كل هذه الأعداد من المباريات. الأخطاء هتكون موجودة أنا عارف، بس لازم في نفس الوقت تكون على الأقل أخطاء غير مؤثرة، مش حالات واضحة ونلاقي قرارات جدلية كتير كده. معرفش إزاي التطوير، يعني كل مرة وكل يوم أطلع أقول واحد يأكل في نفسه. يا جماعة عايزين نشوف التحكيم يتطور في مصر وفي أفريقيا. أنا شخصيا مش عارف أكلم مين في الاتحاد الأفريقي بخصوص برضو لجنة الحكام واللي بيحصل في لجنة الحكام. اللجنة بتاعت الاتحاد الأفريقي كل شوية تتغير، ولكن مستوى الحكام الأفارقة ما بيتغيرش، من سيء لأسوأ. يمكن حتى الأسماء ما بتتغيرش، حاجة غريبة جدا وبعيدة جدا عن العقل وعن الواقع.